رجال العهد والعطاء. ها هي دفعة جديدة من حماة الوطن تحمل الراية وترفع الشعار لتؤكد أن الوطن وأمنه واستقراره يبقى دوما في الصدارة. فالعمل الوطني شرف وأمانة وتضحية وفداء لهذا الجيل الجديد من أبناء الوطن، والذي ينضم اليوم إلى المسيرة، مسيرة العطاء والأمل في غد أكثر أمانا وطمأنينة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. ففي الأكاديمية الملكية للشرطة، ذلك الصرح العلمي الشامخ، تعلم 85 طالبا هم عدد خريجي الدفعة الخامسة أسس ومبادئ الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، تمرسوا على آليات حماية أمن واستقرار الوطن، وكان شعارهم في كل ذلك الإخلاص في العمل والموضوعية في التعامل مع الآخرين والولاء المطلق لقيادة الوطن المخلصة. وسيظل حلمهم وطموحهم تحقيق المزيد من الإنجازات التي يسجلها التاريخ باسم مملكتنا الغالية. وعلى مدار السنوات الدراسية الأربع، نال طلبة الأكاديمية قدراً واسعاً من المعارف الأمنية والقانونية على اختلاف الزمان والمكان، فالأسلوب العلمي والتدريب الميداني هو السبيل الأمثل لإعداد وتأهيل وتعليم ضابط الشرطة ليكون على أفضل مستوى مسلكاً وعلماً وأداء. وقد استندت الأكاديمية الملكية للشرطة في تصميم المناهج على قياس علمي محدد يتفق والاحتياجات التعليمية التي يتم بلورتها وفق أساليب معتادة لدى أعرق الأكاديميات والأجهزة البحثية، حيث تطورت علوم الشرطة في السنوات الأخيرة لتشمل نواحي فنية وعلمية متعمقة في مجالات التحقيق والبحث الجنائي والطب الشرعي والمرور ومكافحة المخدرات والدفاع المدني وغيرها. كما لم يتم إغفال المواد الاجتماعية والإنسانية، وذلك تقديراً لأهمية الدور الاجتماعي للشرطة. وليس ببعيداً عن الجانب العلمي والفني، جاء حرص الأكاديمية وخلال السنوات الدراسية الأربع على إعداد خطة متكاملة تغطي الجوانب التدريبية الحديثة والتي تواكب المتغيرات الأمنية. ومن الدورات التدريبية التي خاضها هؤلاء الخريجون من الضباط دورة في حفظ النظام، تضمنت كيفية الدفاع عن النفس وفي ذات الوقت التعامل الناضج مع الجمهور. كما كانت هناك دورة في مجال الصاعقة شملت التدريب على الرماية واللياقة البدنية ومحاضرات عن المتفجرات والإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع حالات الشغب. وامتد هذا الملف الحافل من الدورات إلى العديد من النواحي التي من شأنها تعزيز إمكانات رجل الشرطة وزيادة كفاءته الميدانية، ومن ذلك دورة في كيفية التعامل مع الخارجين عن القانون، وأخرى في قيادة الدراجات النارية وركوب الخيل. كما خاض الخريجون دورة في التايكوندو بهدف تدريبهم على سرعة ردة الفعل سواء كان هجومياً أو دفاعاً عن النفس، وهو ما يصب في نهاية المطاف في إعداد الخريج بدنياً ومهارياً. وكنتيجة عملية للمحصلة التدريبية المكثفة، قدم الخريجون العديد من العروض الميدانية للمهارات التي اكتسبوها من خلال برنامج التدريب الميداني، والذي تضمن الحركات العسكرية والاستعراضية، استخدام الأسلحة والرماية، وفنون الالتحام والاشتباك، وحركات الدفاع عن النفس. ويتطلع الخريجون من الضباط ليصبحوا جزءاً من منظومة الخدمة الوطنية في هذا البلد الآمن بطبعه والمستقر بشعبه وقيادته الحكيمة. وها هم بالفعل على أعتاب تحقيق الحلم، حلم العمل والأمل، حتى تظل مملكة البحرين بلد الأمن والأمان.